كيف تشوفوا معنا الاجواء؟ الحمد لله في منتهى الروعه، اللهم بارك، وشكر الجزيل لهاو المصطفين كاملين اللي جو من برا واللي جو من داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. الحمد لله كيف تشوفوا معنا، تبارك الله الشاطئ نظيف ونقي، تبارك الله لواحد الدرجه اللي ما يوصفها الانسان، اللهم بارك. كنجيو كنفضلوا الشاطئ ديال طرفايا، زوين ونقي ومأمن، مدينه صغيره وزوينه، وكنفضلوا نجيو نخطوا فيها الصيف. انا من السكان ديال العيون، والعيون الحمد لله حتى هي فيها الشاطئ وفيها فيم الواد كبير وزوين، يعني كنفضلوا هنا لان الشاطئ هون اكثر حاجه كتعجبنا في الشاطئ انه مأمن بالنسبه لولادنا، اول حاجه مأمن. ومدينه الحمد لله احنا هنا تربينا في هذه المدينه بحال الاخوه مع الناس ديالها، واللي كيميز هذا الشاطئ ديال طرفايا انه كبير وشاسع، وداروا فيه الحمد لله كورنيش، اللي هو يعني شي حاجه جديده على المدينه، وكان شي حاجه رائعه بالنسبه للمدينه. انا واحده من المعجبات بحركه سمار ديال طرفايا اللي الحمد لله عنده مساحته زينه، لا من ناحيه لا للصطياف ولا للاعب ولا للسباحه، والحمد لله البحر طرفايا تبارك الله متوفره فيه جميع الشروط، لا من حيث لا النظافه ولا توفر الوقايه البدنيه، يعني ردي البال الدراري، يعني كل شيء الحمد لله، يقعدوا العائلات مرتاحين وولادهم كيعوموا، جميع الشروط متوفره فيه، وهذا هو الهدف من الصطياف. عندنا هذا هو المتنفس الوحيد اللي في مدينه طرفايا، كيجوا عندنا السكان ديال السماره، السكان ديال العيون، الصراحه بيئه ديالو نقي الحمد لله، كما كتشوفوا راه كره التنس، كره الطائره الحمد لله، كانوا هنا الساعات الخيام كذا وهذه، وعقب صافي عقبوا حيدهم، دابا داروا الشقق، داروا السرد، داروا الشقق، داروا الباراسورات. انا من سكان اصازاك، ارتأيت هذا الصيف هذا باش نجي نحضر لهذا الشاطئ ديال طرفايا، والحمد لله يعني كاين شواطئ اللي هي موجوده الحمد لله في زرنا، في زر المنطقه اللي كنتمي ليها، بحال الشاطئ ديال إفني، بحال شاطئ مير اللفت، بحال شاطئ الشيخ، يعني الحمد لله. ولكن سبحان الله هذا الشاطئ هذا اللي هو في طرفايا كيمتاز بواحد الجمال، واحد الدفء، يعني اش غادي نقول لكم، يعني الحمد لله حسينا بواحد الراحه، وشاطئ من اجمل الشواطئ على صعيد المملكه الحمد لله. وكنتمنى على الناس تجي تزوروا وتشوف هذه الرمال الذهبيه تبارك الله، واحد الاستجمام اللي هو ما شاء الله.